بصي بقى، انت رايحه تولدي بكره ما اقولكيش هتخسي بعد الولاده، هتطلعي كده من اوضه العمليات كانك ما كنتيش حامل اصلا. يا اهلا باحلى موميز في الدنيا، معاكم ساره وانتوا بتتفرجوا على موميز كول. لو عجبتكم فكره للشانل ما تنسوش لايك سبسكرايب وشير وفعلوا الجرس عشان يوصلكم الجديد، ويلا بينا نبدا حلقتنا. اي ست ابدا، عندك قد ايه؟ وزنك كام؟ عندك قد ايه؟ احنا كلنا وقفنا عند سن ال 21 سنه واحيانا ال 20 وما بنعديهاش. اما بقى وزنك كام فدي بتبقى كارثه بالذات في مرحله بعد الولاده. اكتر حاجه بتكون مسيطره على تفكيرنا وقت الحمل هو ان احنا عمالين نزيد 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 نزيد، هنخس كل ده امتى؟ طبعا للاسف في سيدات بيلجأوا ان هم يعملوا رجيم اثناء الحمل، وده شيء خطر جدا وما ننصحش بيه اي حد ابدا 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 ان هو يحاول يفكر يعمل حاجه زي دي. اولا وقت الحمل انت بتكتسبي وزن بسبب حاجتين، وزن الطفل، وزن الميه اللي حوالين الجنين، وزن جسمك اللي طبيعي ان هو يزيد. علشان انت في المرحله دي اكيد مش بتاكلي عشان شخصين الحاجات دي مفروغ منها، لا، علشان انت هرمونات جسمك بتتغير، شهيتك بتتغير، احيانا في امهات بتخس اصلا وقت الحمل، واحيانا في امهات وزنها بيزيد جدا. اهم حاجه ان يكون معدل الزياده دوت مثالي وطبيعي بالنسبه لوزنك، يعني في رينج معين الدكتور او الدكتوره اللي انت بتتابعي معاهم يكونوا عارفين وزنك وقت ما بداتي الحمل كام، ووزنك وصل لكام اثناء متابعتك الدوريه في الحمل، وفي الحاله دي بيقدروا يقيموا هل الزياده اللي في الوزن دي صحيه ولا اوفر ويت ولا اقل من اللي المفروض تزيديه. دي نقطه ما ناخدش فيها اي قرار من دماغنا، والطبيب المعالج لينا بيكون اضرب حالتنا ووضعنا الصحي وقتها. بصي بقى، انت رايحه تولدي بكره ما اقولكيش هتخسي بعد الولاده، هتطلعي كده من اوضه العمليات كانك ما كنتيش حامل اصلا. طبعا دي خرافه وخزعبلات، ما نسمعش الناس اللي بتقول الكلام ده عشان ما نتصدمش ان من احد اهم اسباب اصابه المراه باكتئاب ما بعد الولاده او اضطراب ما بعد الولاده او البيبي بلوز تعددت اسمائه وهو حاجه واحده، انها بتكون مستنيه انها بعد الولاده هترجع لشكل جسمها الاصلي. بنفاجئ ان لسه في وزن زايد، وانه مش سهل ينزل زي ما احنا متخيلين، وان شكل الجسم وشكل البطن ما بيرجعش لشكله الطبيعي مره واحده مجرد ما بتطلعي من اوضه العمليات سواء الولاده طبيعي او قيصري. واكتر حاجه بتكون مسببه لنا توتر وقلق هي مش منظر شكل البطن، ان البطن بيكون لسه منتفخ وكان مثلا الام حامل في الشهر الرابع او الخامس، فده بيسبب لنا توتر، زائد طبعا مسؤوليه الطفل زي الحاجات التانيه كتير بتسبب اكتئاب ما بعد الولاده، وده اتكلمنا عنه زي ما قلنا قبل كده في فيديو فات، هحط لكم لينكه في الديسكربشن تحت. طب انا دلوقتي ولدت عايز اخس، عايز ارجع لوزني الطبيعي قبل الولاده، هعمل ده ازاي؟ في حاجات لازم نعملها وفي حاجات اوعي تعمليها. هنبدا نتكلم عن الحاجات اللي اوعي تعمليها عشان دي اول حاجه للاسف الناس بتنصحنا بيها. اولهم مشد البطن. مشد البطن ابعدي عنه تماما. مشد البطن مش هينزل البطن، مش هيقلل حجمها، بالعكس هو ممكن يخلي الموضوع اسوأ. مشد البطن عباره عن حزام احنا بنلبسه حوالين منطقه البطن، بيدعم عضلات البطن في وضع معين، فبالتالي بيبقى الشكل جميل جدا وانت لابساه. مجرد ما بتقلعيه عضلات البطن بترجع تسترخي تاني، فده ممكن يسبب ارتخاء في العضلات، وبعد كده عشان ترجعي العضلات لوضعها الطبيعي ده هياخد منك مجهود كبير جدا، واحيانا كمان ما بترجعش تماما. فمشد البطن هو الا شيء هيديني شيب من بره شكله حلو، مظهر خارجي لطيف، لكن حقيقه الامر هو مش بيساعد ابدا ان عضلات البطن ترجع زي ما كانت. تاني حاجه بقى في امهات بينصحوا بيها، انت لازم مجرد ما تولدي ابداي اعملي رجيم. لا طبعا، اوعي تبداي تعملي رجيم. اولا انت في مرحله ما بعد الولاده جسمك محتاج لعناصر غذائيه كتير جدا عشان يقدر يتعافى، وفي نفس الوقت عشان تقدري ترضعي طبيعي بشكل كويس. اي رجيم او نظام اكل قاسي ده هياثر على حصولك على الكميات المناسبه من العناصر الغذائيه اللي جسمك محتاجها في المرحله دي، وبالعكس ممكن تكون اضراره اكتر من فوائده بكتير جدا. طب احنا دلوقتي بنلف وندور حوالين نفسنا، هنخس ازاي؟ هنرجع ازاي لوزن ما قبل الولاده؟ عندك مجموعه حاجات لو مشيتي عليهم هتقدري ترجعي. اول حاجه منهم انك لازم تكوني فاهمه ان الموضوع تدريجي، انت مش تك معانا المصباح السحر هنرجع تاني، لا، الموضوع هياخد منك وقت، وكل ما كان عندك صبر وعزيمه كل ما قدرتي ترجعي بشكل افضل وفي وقت اسرع. ان الحاله النفسيه بتاثر جدا 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 على ان احنا نلتزم بالقواعد البسيطه دي اللي هتخلينا نقدر نرجع لوزننا قبل الولاده. اول حاجه لازم الاكل الصحي. الاكل الصحي شيء مفروغ منه، هيساعدك ترضعي طبيعي افضل، هيساعد جسمك يتعافى افضل، وهيبعدك عن انك تحصلي على سعرات غذائيه اعلى من اللي انت محتاجاه، فبالتالي وزنك مش هيزيد، ومع الوقت والمجهود اللي انت بتبذليه الوزن هيبدا يقل. كمان شرب الميه شيء مهم جدا، عامه في اي رجيم هما بينصحوا انك تشربي ميه كتير، وفي نفس الوقت الميه مفيده عشان وانت بترضعي ضروري ان عامه تكوني بتشربي سوائل كتيره،
والنقطه دي بقى بالذات لازم نخلي بالها، احنا طول ما احنا قاعدين ماما تيتا خالته عمته خدي كوبايه نعناع، كوبايه ينسون، كوبايه كراويه، كوبايه حلبه، الحلبه فظيعه بتزود اللبن، حلاوه اضربي حلاوه، كل الحاجات دي لازم نبعد عنها تماما. دي عادات غذائيه غلط بالنسبه لاكل السكريات بشراهه، الحلاوه، المغات، الحاجات دي كلها اكلها بكميات كبيره مش هيعمل حاجه ان هو هيزود وزننا. طيب بالنسبه للسوائل طبعا مهمه جدا مفيش كلام، بس في نفس الوقت يا ريت تحاولي ان انت تكوني بتشربيها من غير سكر خالص، ولو مضطر قوي ما بتستسغيش طعمها من غير تحليه يبقى يفضل معلقه سكر واحده بس، بحيث ان ما يكونش فيه كميه سكر كتير بتدخل لجسمنا طول اليوم. حاجه كمان مهمه هتساعدك ان تفقدي الوزن بعد الولاده وهي الرضاعه الطبيعيه. الرضاعه الطبيعيه بتحرق كميه سعرات حراريه فظيعه في الجسم، وده بيساعد ان الجسم يقدر يستعيد وزنه بشكل اسرع وافضل. ده طبعا غير فوائدها الفظيعه سواء للطفل من ناحيه المناعه والتغذيه او للام من نواحي تانية كتير. طب انا مش برضع طبيعي، بس انا برضع طبيعي وصناعي برضه هتحرقي سعرات حراريه، ايا كان عدد الرضعات اللي بتديها للطفل انت بتحرقي فيها سعرات حراريه. طب لو برضع صناعي بس زي ما قلنا قبل كده دارس لابنك، ما تلوميش نفسك طالما عملتي كل المحاولات اللي تقدري عليها من ادرار للبن ومحاوله ان هو يتعود على الرضاعه الطبيعيه وفشلتي، خلاص قدر الله ما شاء فعل، رزقه ان هو يرضع صناعي. هنبدا ان احنا بقى ايه نفكر في باقي الحاجات التانيه ونعملها، زي ما قلنا الاكل الصحي، شرب الميه كتير، السوائل عامه مفيده جدا للجسم. حاجه كمان مهمه للاسف احنا عامه دي مش موجوده في ثقافتنا قوي، وهي ممارسه الرياضه. يعني لو من كل 100 ام هنلاقي تقريبا 10 بس هم اللي بيمارسوا رياضه بعد الولاده فعلا. طبعا الوقت بيبقى ضيق بالذات لو في اكتر من طفل مثلا وده مش اول بيبي، او لو ده اول بيبي خالص وانتي لوحدك مفيش امكانيه ان يكون في حد بيساعد باستمرار. دي طبعا حاجات بتاثر جدا على وقتنا وبتخلي مفيش وقت ان احنا نمارس رياضه. الحاجه الثانيه ان احنا ما عندناش اصلا ثقافه ممارسه الرياضه في البيت، يعني يا روح الجيم يا ما مارسش، مع ان بالعكس دي بالذات بقى حاجه بتعطلنا جدا عن ان احنا ناخد الخطوه دي، لان صعب ان في المرحله دي حتى لو في حد بيساعدك انك تسيبي الطفل وتروحي مكان رياضي او صاله رياضيه، الا لو كان اصلا في امكانيه ان الطفل يكون معاكي، وبرده دي بتبقى لخمه ودي بتخلي الامهات تكسل ان هي تلعب رياضه بعد الولاده. فبالتالي ان احنا نلعب رياضه ده مهم جدا، حتى لو بتمارين خفيفه جدا وابسط تمرين ممكن تعمليه وانت قاعده شدي بطنك بس. شد عضلات البطن باستمرار دوت بيساعد على ان عضله البطن تبقى ماسكه نفسها، ده ذات نفسه تمرين ليها، انت بتخليها مشدوده طول الوقت، فمع الوقت بتقوى وبتبدا ان هي تتشد لفوق، وبيبدا ان منطقه البطن او الترهل اللي احنا بنحسه فيها ده يقل شويه. فابسط تمرين تعمليه شدي بطنك طول ما انت قاعده، اتمشي في الشقه شويه رايح جاي وانت شاده بطنك، لو في مكان حوالين البيت تقدري تنزلي تمشي فيه نص ساعه كل يوم حتى وانت شاده بطنك، دي ابسط حاجه ممكن تعمليها. في تمارين طبعا رياضيه اكتر من كده شويه، تمارين بطن وتمارين جري في المكان عشان الوزن كله يقل. عامه في اكتر من حاجه نقدر ان احنا نراجعها، سواء تمرينات متاحه على الانترنت او ان احنا نتفرج على برامج رياضيه متخصصه في دوت. اهم حاجه ما تبدايش رياضه قبل على الاقل شهرين من الولاده، ولو والده قيصري لازم ترجعي للطبيب اللي عمل لك الولاده عشان هو الوحيد اللي هيقدر يفيدك الجرح بتاعك ينفع تبداي تلعبي تمارين رياضيه معاه بعد قد ايه من الولاده. فممارسه الرياضه بشكل عنيف او شكل كامل لازم نرجع للطبيب اللي عمل لنا العمليه بالذات لو الولاده قيصري، وعلى العموم مش قبل شهرين لثلاثه كمان. اخر حاجه بالنسبه للامهات اللي اصلا بيعانوا من زياده في الوزن شويه وبعد الولاده الموضوع بيتطور لنسبه بدينا وعايزين يفسوا كل الحاجات دي مش نافعه لوحدها او ما بتجيبش النتيجه المجديه اللي احنا مستنيينها في الوقت اللي احنا عايزينه، في الحاله دي ممكن ترجعي لدكتور تغذيه متخصص، ويفضل يكون شخص طيب السمعه وبالذات في حاله متابعه انقاص الوزن بعد الولاده عشان هيقدر يفيدك، لان الموضوع بيتوقف على اكتر من حاجه، وزنك قبل الحمل كان قد ايه، وزنك اثناء الحمل بقى قد ايه، ووزنك بعد الولاده وصل لكام، والحاجه الثانيه هو انت بترضعي طبيعي ولا صناعي ولا مختلط، والحاجة الثالثة نسبة الحرق في جسمك قد ايه. فالحاجات دي كلها هتفرق جدا في وضع نظام غذائي صحي، عشان كده يا ريت نبعد عن ان احنا نطبق اي نظام روجين نقراه على الانترنت، لان مش اللي مناسب لفلانة ممكن يكون مناسب ليكي، الموضوع فيه فروقات فردية كتير جدا اللي بيحكم فيها لازم يكون طبيب مختص. واخر حاجة حابة اقولها لكم في حلقة النهاردة، حبي نفسك زي ما انتي، سواء وزننا زاد شوية في وقت الحمل او بعد الولادة ده شيء طبيعي جدا، انتي جسمك قام بعملية بيولوجية كبيرة جدا، انت كنت جزء من ان في انسان جديد اتولد وجه للدنيا، وانت دلوقتي بتقومي باعظم مهمه في الدنيا انك بتربي الطفل ده وبتراعيه. ما تضغطيش على نفسك، ما تلوميش نفسك، ما تسيبيش نفسك لوسواس انا زدت قد ايه، انا تخنت قد ايه، لا انا بقيتش حلوه زي الاول، انت جميله في كل احوالك عشان انت ام.
اتمنى ان تكون حلقه النهارده كانت خفيفه وبسيطه وعجبتكم واستفدتوا بيها، وهستنى رايكم واقتراحاتكم للحلقات الجايه في الكومنتس تحت. ولو عجبتكم فكره التشانل بتاعتنا وحلقاتنا ما تنسوش لايك سبسكرايب وشير وفعلوا الجرس عشان يوصلكم الجديد، واشوفكم في حلقه جديده من مامي سكوت. باي.